السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. يا رب يا رب يعود علينا سنة بعد سنة باليمن والخير والبركات. النهاردة معايا تطبيق هدية لجميع المشتركين وجميع الزوار القناة، تطبيق هيكون مدفوع. التطبيق دوت اكيد انت هتحتاجه الايام الجاية، لان هو تطبيق اساسا بيشغل الام بي 3. في البداية قبل أي كل شيء أدعوكم للاشتراك بالقناة وعمل شير وكومنت وسبسكرايب والكلام اللي انتوا عارفينه دوت. يلا بينا. التطبيق اللي معانا النهاردة اسمه جيت أوديو. التطبيق دوت متخصص في تشغيل الملفات الام بي 3. التطبيق دوت واخد تقييم على مستوى برامج الأوديو للأندرويد، واخد 4.5 من 5، وفي بعض المواقع بيصل فيها 5 من 5. تطبيق تمنه غالي جدا، تقريبا عامل ما يوازي 30-40 دولار تقريبا. تطبيق ده النهاردة هدية للمشتركين عندي. طيب انا هشرح لكم البرنامج ببساطة جدا وبإيجاز. اول حاجة عندنا، اول ما نفتح البرنامج بالشكل دوت، عندنا الموم، عندنا سونج، عندنا فولدر وبقية الاختيارات. طيب احنا لما بننزل الام بي 3 عموما بيطلع لنا في شكل الالبومات. لو احنا عندنا البوم بيجي لنا بالاسماء بتاعته او اغنيه لوحدها. طيب انا النهارده هنجرب الاغنيه او هنجرب المقطع دوت. بالمناسبه هو جاي لي هديه اصلا من المنشد ياسر ابو عمار، عشان بس ايه محدش يقول لك ده ليه ونشر الكلام ده. هنجرب كده. طيب ده الصوت معانا احنا شغالين، ده الشكل اللي بيبقى معانا، ده الشكل اللي معانا اهو. طيب نشرح واحدة واحدة. طبعا احنا عارفين اللي تحت دوت اللي هو البوز والكلام دوت اللي احنا عارفينه. عندنا هنا الصوت، ممكن لو عملنا كده نوقف الصوت اهو، لو جربنا مثلا اهو اهو اتقفل معانا. طيب عندنا حاجة تانية اللي هو يعتبر اللي بيطلق عليه الاكلايزر، ده عشان نسمعه ونشوف الدنيا بتاعته ازاي. نشغل الانشودة عادي، وليكن نختار مثلا كده، نسمع مع بعض اهو. ده الراب. خدنا بالنا من فرق الصوت. ده اول ميزة. في ميزة تانية طبعا، لو دخلنا على الاختيار ده هنلاقي عندنا 5 اختيارات، كل اختيار جوا منه مجموعة اختيارات رائعة رهيبة بصراحة. يعني مثلا لو دخلنا على دوت بعد ما بنشغل الانشودة اهو، نسمع بقى اهو. بنيجي هنا عندنا حاجة بيرتس 1 بيرتس 2 بيرتس 3 بيرتس 4. احنا ممكن نعدل اللي احنا عايزينه، مثلا هنا ماشي. ممكن نختار سمعتوا الدنيا عامل ازاي؟ جميل جدا. عندنا الاختيار الثاني، الاختيار ده رهيب جدا بصراحة، ودوت اللي كان عليه البرنامج اساسا بفلوس مش مجاني. عندنا وليكن كده هنفعله اهو. طيب وقفنا كده. طيب الاختيار التالت ده بقى الابداع كله، ده الابداع فعلا. على حسب الهاند فري بتاعتك تقدر تشتغل بيها، شوف انت بتحب ايه تقدر تشتغل بيه اهو. هنفعله. سامعين؟ في عندنا حاجة تانية، انواع الصوت او النظام اهو. هنسمع اهو، خدنا بالنا ده البلاتوس والكلام دوت. وعندنا برضو اختيار اهو النورمال او مونو.
عندنا الاختيار الرابع برضك، دي مجموعة اختيارات ممكن نجرب. طبعا انا مش عايز احرق لكم البرنامج، بس البرنامج فعلا على دي بيقولوا كده رهيب رهيب رهيب. طبعا دوت اللي هو نوع الهيرتز والكلام ده، اللي هو بيانات المقطع عموما. ده لو في هنا كلام للانشودة بدل ما يفيد مفيش مشكلة. طيب تمام، نعم عشان اسف نرجع تاني. هنا عايز بين الثانية واحدة، هنا في الاختيار دوت انت عايز بين بين الاغنية والاغنية كام ثانية. لو مثلا 5 ثواني 4 ثواني يخش اساس ايه ما ياخدش وقت. عندنا هنا الاوبشن طبعا تقدر تظبط فيه ديليت اديت مش عارف ايه والكلام دوت. البرنامج رهيب جدا، انصحكم بتحميله، انا هسيبه لكم تحميل مباشر. كل سنة وانتم طيبين، ودي الهدية اللي انا حبيت اعايد عليكم بيها، ويا رب يعجبكم الهدية ويا رب يعجبكم البرنامج. ما تنسناش من الشير والسبسكرايب والكومنت، عشان كل مدى احط لكم حاجات جديدة مدفوعة وتترحموا من الاعلانات اللي بتطلع كل مدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.